استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر الصافرية اليوم معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، والدكتورة جنان محسن رمضان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات، والسيد يوسف عبد الحميد الجاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، والمهندس يوسف سليمان الفوزان المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، والسيد محمد السنعوسي وزير الإعلام الأسبق، والسيد سامي عبد اللطيف النصف رئيس مجلس الإدارة للخطوط الكويتية الأسبق ووزير الإعلام السابق بمناسبة زيارة الوفد الحكومي الأعلامي الكويتي إلى المملكة على متن أول رحلة عبر الخطوط الجوية الكويتية التي انطلقت صباح اليوم من مبنى الركاب الجديد في مطار دولة الكويت الدولي إلى مطار البحرين الدولي، حيث نقلوا إلى جلالة الملك المفدى تحيات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهده، وتمنيات سموهما إلى البحرين وشعبها بدوام التقدم والازدهار. وقد كلفهما جلالة الملك المفدى حفظه الله بنقل تحياته وأطيب تمنياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والتي تزداد رسوخا في ظل الحرص للقيادتين والشعبين الشقيقين على تقوية دعائمها. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن مشاعر المحبة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيدا بمواقف دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا في دعم مملكة البحرين في مختلف الظروف من خلال الترابط التاريخي الذي يجمع بينهما، معربا حفظه الله عن اعتزازه بهذه العلاقات الوثيقة والوطيدة. وهنأ جلالته الجميع بنجاح أولى رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية التي يأتي اختيارها للبحرين لتكون أول وجهاتها، تأكيدا على تميز العلاقات البحرينية الكويتية والمستوى المتقدم للتعاون الثنائي. وأشاد جلالته بالنهضة الشاملة والإنجازات الكبيرة التي تشهدها الكويت في عهد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تنفيذا لرؤية سموه حفظه الله التي تهدف لتحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي على المستوى العالمي بحلول عام 2035. من جانبهم عبر أعضاء الوفد الحكومي والإعلامي الكويتي الزائر عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء الذي يجسد العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدين بما حققته البحرين من إنجازات في مختلف المجالات ضمن النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، معبرين عن اعتزازهم بالعلاقات البحرينية الكويتية الأخوية الوطيدة. كما أشاد الوفد بمواقف البحرين اتجاه دولة الكويت.